بسم الله الرحمن الرحيم، مرحبا بالجميع. ضمن مشروع ديوان الخليج والذي نقوم فيه بفهرسة مئات الألوف من الوثائق العربية والعثمانية والبريطانية والصحف والمجلات القديمة وكتب التاريخ والأنساب حول ما يتعلق بتاريخ الخليج وأسره وقبائله، هناك مجموعة كبيرة من الوثائق التي تتكلم عن رجل يقال له محمد بن براك العصيمي رحمه الله تعالى. فما قصته؟ محمد باشا أو محمد بن براك العصيمي، وهو من عصامة بني تميم، مسقط رأسه الزلفي، ولد فيها في حدود سنة 1287، وبعدها بسنتين انتقل مع والده إلى الزبير، وكان والده وهو أيضا من جملة العقيلات، وهم تجار القصيم الذين كانوا يتجولون في أنحاء الدنيا. إلا أن هذا الرجل يعد رقما صعبا في تاريخ الحوادث في الخليج. هناك أحداث كثيرة مرتبطة بمحمد باشا العصيمي، خاصة أثناء إقامته في البصرة والزبير قائما بأعمال أسرة السعدون، وخاصة سعدون السعدون وجيمي باشا السعدون وغيرهما. وكان ندا لطالب باشا النقيب، كانت بينهما خصومة كبيرة، حتى إن طالب باشا اتهم بمحاولة اغتيال محمد باشا العصيمي وأيضا الاعتداء على داره. من خلال الوثائق العربية والعثمانية والبريطانية التي تتكلم عن هذه الشخصية، والتي أشارت هذه الوثائق إلى أنه ذهب إلى دمشق وأقام فيها وكان مزعجا للإنجليز من خلال تحركاته التي يعدونها تحركات خفية، ولذلك حاولوا أن يغروا صدر الملك عبد العزيز رحمه الله تعالى عليه، وهو يثق به ثقة تامة وكان على علاقة وطيدة به. فمحمد باشا العصيمي رحمه الله تعالى يعد من الوجهاء والأثرياء، وهو يعد أيضا ممن دعم مجمع اللغة العربية في دمشق، وكانت داره موئلا لكثير من العقيلات، وكانت تربطه بعض العلاقات الدبلوماسية مع الفرنسيين بحكم وجودهم في دمشق. ولذلك هنا وثيقة تتكلم عن الإنجليز يحاولون أن يفصلوا بين الملك عبد العزيز وبين محمد العصيمي، ولم يكن لهم ذلك. كانت علاقة محمد العصيمي رحمه الله تعالى بالملك عبد العزيز علاقة وطيدة، وكان الملك عبد العزيز رحمه الله يثق به، وقد أرسل له مرة الوجيه العقيلي منصور بن رميح، والتقى أيضا شيخ الروله من عنزه نور الشعلان، بل كان محمد العصيمي حبلا للصلة بين الملك عبد العزيز وبين الفرنسيين في عقد بعض الاتفاقيات فيما بينهم. ظل محمد براك العصيمي رحمه الله تعالى على هذه السيرة الحسنة مقيما في دمشق إلى أن توفي فيها في حدود الأربعينات الميلادية، وكان قد تزوج من ابنة الشيخ ضاري بن محمود شيخ الزوبع من شمر، وظلت زوجته إلى حدود سنة 2000 من الميلاد، وتوفيت في جنيف وأنجبت له ابنه خالداً.